هتوحشونا ابو حسين، بس احنا دايما هندعي لكم ان ربنا يوفقكم وينصركم. نحن اخوه يا خنازي، وانتم بالقلب على طول العمر، ما راح ننسى ابدا يلي عملتوه. ايه ده يا ابو حسين؟ هيلا تموت اذا بتتفضل انس نضال واتنين بقلبه. بعيد الشر عنك. اذا حدا وقفكم على الطريق بتقولوا بس رايحين ندفن هالجد بالشام، وهيدا التصريح، هيدا تصريح بالدفن. تفضل. وابو القاسم مش هيستنانا على الحدود السوريه؟ لا، هو حاسسكم باوتيل بعيد عن عيون الناس، وهيدا عنوان الاوتيل. راح بتبيتوا الليله هونيك، وبكره الصبح بتروحوا طوالي على مصر ان شاء الله. طب دلوقتي احنا ما معناش اوراق، هنعمل ايه على الحدود السوريه؟ هيدي هويتكم، ما حدا بيقدر يوقفكم ابدا. رح بتمروا مثل ما بتمر الشعره من العجينه، مش هيك بتقولوا بمصر؟ وهيدا تليفون خليه معك، اذا صار معكم شيء بتحكيني، ونحن بعشر دقايق بنكون عندك. ربنا ما يحرمنا منك يا ابو حسين. يلا نضال. مش مصر عن طريق لبنان ليه؟ ايه اللي يودينا سوريا؟ ما نقدرش نروح لبنان دلوقتي يا ابراهيم، الحاله هناك ما تطمنش. ازاي يا باشا الكلام ده؟ بلبنان دي زي الفل. ده انتوا ميح، ما تعرفوش ايه اللي بيحصل في البلاد اللي جنبيكوا؟ ما تعرفوش ايه المشاكل اللي بتحصل في لبنان؟ يا باشا انا عارف ان في مشاكل في لبنان، حضرتك فاكرني منفصل عن المجتمع اللي انا عايش فيه؟ ده لبنان مولع. والله برافو عليك يا ابراهيم، برافو عليك فعلا. ايه المشاكل بقى اللي تعرفها؟ هيفاء وهبي ورولا سعد رافعين على بعض قضايا ومقطعين بعض في المحاكم. اصل مدير اعمال هيفاء يا باشا سابها وراح اشتغل مع رولا. هي دي مشكله لبنان يا حيوان. مشكله لبنان ان فيها كذا طايفه. طايفه ازاي؟ لا مؤاخذه يا باشا، مشكله لبنان ان دول واعيين مع دول، ودول مش طايقين دول. قوم دول عايزين يطلعوا دول عشان يركبوا على دول، راحوا دول ضاربين في دول، دول بقى قوم اتحالفوا مع دول عشان يخوفوا دول،
دول يسكتوا؟ لا. يا سلام، اداب السياسه دي بحر. انت عارف يا باشا، انا كنت اقعد قدام التلفزيون طول الله برسم وما فهمش حاجه خالص. بس عايز اسالك سؤال كده يا باشا، لا مؤاخذه يعني، قال ليه دول ما يوقفوش مع بعض لا مؤاخذه قدام دول وقفه رجل واحد؟ والله يا عبد الجليل ده لا اكتر واحد بيفهم فيكم. طلعت طميح. سيبك من دول سعادتك، خليك معايا. انا اقول يا باشا اقول، اسرائيل بقى ايه اللي يهمها؟ ان دول يقعوا مع دول ودول يقعوا مع دول، كلهم يقعوا مع دول. ما هي الفرجه والتحزب دول يا نجيب هم قافه الامه العربيه والاسلاميه جمعاء. علشان كده ما قدمناش غير ان الامه العربيه والاسلاميه تكتفوا وقفوا ورا دول، ساعتها دول هيعملوا لنا مليون حساب. طب وهي سوريا دي فيها دول ولا فيها دول؟ سوريا ما فيهاش غير دول. احنا لا لينا دعوه بدول ولا لينا دعوه بدول. امال لينا دعوه بمين؟ بدول. نهاية الطريق هنلاقي نقطة تفتيش لبنانية، في ناس مستنيانا هناك، عارفين إن إحنا جايين. هما دول اللي هيعدونا من نقطة التفتيش السورية، حوالي 2 كيلو. ودول يا باشا ما عندهمش دورة مية، لا مؤاخذة يعني أصل أنا محصور. إيه يا جحش أنت؟ في بنات معانا، ما تنقي ملفظك. أمال عايز يقول إيه يعني؟ ما يقول عايز أخش التواليت. تواليت؟ وده يعرف يعني إيه تواليت؟ ده ما عندهمش حمام في بيتهم أساساً. أقف يا إبراهيم، أقف شوية. والمرة خلي النضال تفك عضلاته. انزل يا عبد الجليل، ريح نفسك ورا اي صخره ولا اي مصيبه. وانا يعني اللي حامل فيها امع، انا هنزل افك يا باشا. فك ولا مكتور احسن؟ بس وانزل انزل. على اذنك يا حسام، اصل محصور.